ولا أحسن ولا أفضل من أن يجتمع الناس ليكرموا أهل القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك، وهذا تطبيق عملي لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. نجتمع لنكرم حفظة القرآن، ومنهم 173 حافظا وحافظة، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأنا وأكرمنا لنجتمع في هذه الليلة الرائعة البهية.